السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وتكون أموركم كلها ماشية تمام، وبإذن الله بتجهزوا للميد تيرمز وإن شاء الله تعملوا فيها كويس جدا. معلش بعتذر على التأخير، انتوا عارفين أكيد ده غصب عني، وأول لما بلاقي وقت بسجل فيديو على طول، بس يعني كانت الظروف يعني صعبة شوية، فربنا ييسر ليا وليكوا بإذن الله وكل أمورنا تبقى إيه ماشية كويس. النهاردة إن شاء الله هبتدي بالريفيو عن الـ equation conservation of angular momentum أو moment of momentum. أنا عارف إن الجزء ده إن شاء الله الريفيو بتاعه مش هيبقى كبير أوي. conservation of angular أو moment of momentum. هو ممكن يبقى من بره كده لما تشوفه تحس ان هو سخيف ومكلكع، بس لو فهمناه واحدة واحدة كده ان شاء الله مش هيبقى فيه اي مشاكل، وتبقى المسائل بتاعته يعني ان شاء الله زي ما تقول هدية مؤشرة يا مسهل يا رب. طيب احب ابتدي من فكرة احنا محتاجين الايكويشن دي في ايه. زي ما اتكلمنا كده احنا محتاجين اللينير مومنتم. اخر مرة سمعنا كلمة مومنتم كانت لما اتكلمنا عن اللينير مومنتم. طيب اللينير مومنتم كنا محتاجينها في ايه؟ كنا محتاجينها علشان نريليت او نكروليت الفورسز اللي بتأثر على الفلو فيلد بتاعي او بتأثر على الكنترول فوليوم بتاعي بالتغير في المومنتم عند الانلتس والاوتلتس، بما ان احنا ما عندناش اكيوميليشن في الكنترول فوليوم بتاعي، وبعتبر ان الكيسز بتاعتي ستيدي ستيت. طيب وبالتالي كنا بنقدر ان احنا نحسب الفورسز او ناخد التأثير بتاع الفورسز. طيب السؤال يجي هنا بقى، ماذا لو اكيد زي ما في فورسز بتأثر على السيستم في مومنتس برضو. لو انا حبيت ان انا احسب المومنت اللي بتأثر عند نقطة معينة نتيجة الحركة بتاعت الفلو في السيستم بتاعي، يا ترى احتاج ان انا استعمل ايه؟ هل عندي ايكويشن معينة اقدر استعملها في الحالة دي؟ فكان الجواب تقدر انك انت تستخدم الـ conservation of angular momentum equation اللي احنا هنتكلم عنها دي. طب هل في سيستمز معينة هحتاج فيها ان انا اعمل حاجة زي كده؟ في سيستمز المومنت ساعتها بيبقى significant، يعني التأثير بتاعه كبير وواضح، والسيستم بتاعك بيعتمد على حساب التورك مش الفورسز بس، او الفورسز مش هي اللي بتأثر عندك على قد ما التورك هو اللي بيبقى مؤثر ومحتاج انك انت تحسبه، او حسابه هيبقى مؤثر بالنسبه لك او مفيد بالنسبه لك. طيب زي ايه؟ زي السيستمز اللي هي بتروتيت، زي التربو ماشينز، زي السنترفيجال بامبس، زي بعض الاستيشنري سيستمز، زي بعض البايب ارينجمنتس. فزي ما بتاخد في الاعتبار الفورسز بتاخد في الاعتبار المومنتس حوالين نقطه، about a point. طيب يعني احنا محتاجين ان احنا نبص على الايكويشن شكلها عامل ازاي، نفهم الترمات اللي فيها ونشوف هنطبقها ازاي وازاي هقدر ان انا استفيد منها. تعالوا نبتدي من اخر فيرجن وصلنا له اللي هو السمبليفايد فيرجن اللي هو الستيدي ستيت فيرجن بتاع اللينير مومنتم، ونشوف ايه التعديلات اللي ممكن نعملها عليها بحيث ان احنا نوصل للصوره اللي نقدر نستخدمها الانجلر مومنتم من غير ما نرجع لرينولدز من غير ما نرجع لرينولدز ترانسبورت ايكويشن. كانت الصورة بتقول الآتي، الصورة العامة اللي هي الفيكتوريال فورم، كانت بتقول summation of forces كفيكتور بتساوي summation المومنتم عند الأوتلت ناقص المومنتم عند الإنلت، أو rate of change of momentum عند الأوتلت ناقص rate of change of momentum عند الإنلت، اللي هو هيبقى عبارة m dot عند الأوتلت مضروب في الفيكتور بتاع الفلوستي عند الأوتلت ناقص summation عند كل outlet، يعني m dot عند ال input مضروب في ال v i أو ال velocity عند كل input. طيب الكلام ده كان بيبقى ما أقدرش أستخدمه في الصورة دي مباشرة، بفكه بقى في ال x وال y وال z على حسب إيه هي ال coordinates اللي أنت بتشتغل عليها، وبالتالي بتفك في كل coordinate في كل اتجاه بتطبق ال equation دي على حسب summation of forces في ال x direction، بتاخد ساعتها ال velocity في الـ X direction أو components بتاعت الـ velocity في الـ X direction. طيب ده كان معناه إيه النقط اللي أنا عايز أذكرها؟ عايز أذكر إن تفتكر إن الـ mass flow rate كان عبارة عن O multiplied by V multiplied by A عند الـ inlet أو الـ outlet
على حسب احنا بنتكلم عن الاوتلت، يبقى احنا بنتكلم عن الرو عند الاوتلت، الفي عند الاوتلت، الاي. طيب الاريا عند الاوتلت اتس اوكي، ممكن تبقى كروس سكشنال اريا. طيب الفلوستي بقى حضرتك كان تعريفها ايه بالنسبه لنا، او ايه النقطه اللي احنا كنا بنهتم ان احنا نذكرها؟ دي الفلوستي اللي كنا بنسميها الفلوستي بتاعت الكونتينيوتي. الفلوستي دي كانت عباره عن نورمال، لازم تكون القيمه دي هي القيمه النورمال على الانلت او الاوتلت، نورمال على الكنترول فوليوم، وريلاتيف للكنترول فوليوم. ريلاتيف، تمام؟ دايما دايما افهم الكلام ده من ايام الكونتينيوتي ومن ايام اللينير مومنتوم. طيب بالنسبه للفيلوسيتي بقى، لما كنا بنطبقها في الاكس والواي والزد، دي حضرتك كانت ريلاتيف للكنترول فوليوم. الكنترول فوليوم ثابت، هي ثابته، كنترول فوليوم بيتحرك هي ريلاتيفلي، تمام؟ كويس جدا. طيب هنا بقى لما نيجي نعمل التعديل بتاع الانجلر مومنتوم، الفورس امتى بتبقى مومنت؟ لما بتضرب في ارم حوالين ايه؟ حوالين نقطه معينه. وبالتالي انت لازم لما تيجي تطبق الايكويشن لازم تبقى عارف انت بتطبقها حوالين نقطه ايه. يبقى في نقطه معينه بتعملها سلكشن وتطبق حواليها الايكويشن او عندها الايكويشن. وبالتالي ليتس اسيوم ان احنا هنطبقها عند نقطه بي في الكنترول فوليوم. فساعتها هيبقى سمشن الفورس، طبعا كل فورس هتضرب في الارم بتاعها، ولو في مومنت معين انا معرفوش احطه كمومنت. يبقى هقول ساعتها سمشن المومنتس حوالين او اباوت نقطه بي، بي مثلا هتساوي نفس الكلام بقى هيطبق هنا. ده يا فندم المفروض فورس، صح؟ هتضرب في الارم بتاعها، كل فورس هتضرب في الارم بتاعها، اللي تشينج اوف مومنتوم عند كل اوتلت واندلت يتضرب في الارم بتاعها. وبالتالي بما انك انت بتتكلم عن فيكتور هنا، يبقى بنضربه في كروس مالتيبلكيشن في فيكتور، فبالتالي هتطلع الام دوت دي لانها سكيلر كوانتيتي، طلعها بره، وكل فيكتور هيتضرب في الارم بتاعه، تمام؟ كروس مالتيبلكيشن ليه؟ علشان يطلع دلوقتي انا مش بتكلم بقى في الاكس والواي، المومنت ده بيديك يا اما في البوزيتيف زد يا اما في النيجاتيف زد، في البوزيتيف كي يا اما في النيجاتيف كي، وبالتالي عشان كده انا بضربه كروس مالتيبلكيشن. اوكي، ناقص نفس الكلام هيبقى عند الاندت ام دوت ان، عندك كل فلوستي هتتضرب في الارم بتاعها اللي هو الخط اللي بيوصل ما بينها وما بين الفلوستي. طيب انا دلوقتي الناس بتتاذى نفسيا لما بتشوف كروس مالتيبلكيشن وفيكتورز والكلام ده، احنا مش محتاجين ان احنا نعمل الكلام ده، انا بسطها لك اكتر من كده وتبقى حاجه تقدر تطبق فيها على طول. كروس مالتيبلكيشن ده كلام من ده يا راجل. فهتيجي تلاقي اوكي نفس الكلام، هكتبه سميشن المومنتس حوالين النقطه بي هتساوي سميشن بدل كروس مالتيبلكيشن ده، انا هجيب لك الفاليو على طول اللي هي ناتجه من الكروس مالتيبلكيشن دي، اللي هي الماجنتيود بتاع الفي، الماجنتيود بتاع الفلوستي عند الاوتلت اللي هي في اوت، مضروبه ضرب عادي جدا، مالتيبلكيشن عادي جدا، في القيمه ار نود. ايه القيمه ار نود دي يا فندم؟ اقول لك، لو دي نقطه الدوران، او سوري دي النقطه اللي انا باخد المومنت حواليها، وكان عندك مثلا السيستم عامل كده اهو مثلا، حلو، وده الاوتلت ودي مثلا V1، اوكي؟ شايف ده الخط العمل بتاع V1 اهو. يبقى الارم اللي من النقطة دي لـ V1 هو الخط العمودي أو الخط الواصل العمودي من النقطة دي لـ V1، يبقى ده R1 يا خلي. يبقى الـ R سواء كانت عند الإنلت أو الأوتلت هي المسافة العمودية من النقطة اللي بتاخد حواليها المومنت لخط العمل بتاع الفلوستي أو خط العمل بتاع الفورس، تمام؟ كويس جدا. ناقص الكلام ده عند الاوتلت، ناقص submission m dot n r n v n، تمام كده؟ فبقت ايه؟ بسيطة جدا دلوقتي زي الفل. تيجي انت بقى تسألني سؤال، بالنسبة ل m dot دي اتغيرت، أو التعريف بتاع ال m dot اللي احنا ذكرناه هنا ما اتغيرش خالص. بالنسبة بقى لل v دي موقفها ايه بقى بالظبط يا فندم؟ احنا كنا الأول بنقول في linear momentum إنها relative control volume بيتحرك، هتبقى relatively ثابت، هتبقى ابسوليوت لان الريلاتيف الابسوليوت للجسم الثابت واحد. وبالتالي كيس دي هي ريلاتيف ولا ابسوليوت؟ ولو ريلاتيف، ريلاتيف لمين؟ هي ريلاتيف بس النقطة دي، لو النقطة دي بتتحرك
هتبقى relative ليه، واحسب بقى relative velocity بالنسبة للنقطة اللي بتتحرك دي. لو النقطة دي ثابتة يبقى دي absolute velocity. اتفقنا؟ واضحة كده؟ يبقى الـ velocity بتاعة الـ angular momentum دي relative to point B. لو B بتتحرك احسب الـ relative velocity دي. لو بي ثابتة زي أغلب الحالات اللي إحنا هنتعامل معاها وهنقول لي ثابتة، ساعتها الـ velocity دي هتبقى absolute. تمام؟ كويس جدا. طيب يا ترى الـ velocity دي أي velocity؟ ده اللي إحنا هنعرفه لما نيجي نحل المسائل، مش هقدر أنط في الحتة دي أو أقول لك أي information عنها. المهم إن تبقى الـ velocity مضروبة في الأرم بتاعنا حوالين النقطة دي. دي أهم حاجة عايزين نثبت عليها دلوقتي. تمام؟ يا رب تكون كل حاجة واضحة لحد دلوقتي، ونقطة الـ velocity اللي موجودة في M dot دي تكون واضحة وثابتة، الـ velocity الخاصة بالـ angular momentum نكون عارفين إنها relative للـ point P، وبالتالي لو P ثابتة يبقى الـ velocity دي هعتبرها أو هتعامل مع الـ absolute component بتاعتها أو الـ absolute value بتاعتها. تمام؟ كويس أوي. دي كده ايه المقدمة بتاعت الايكويشن. طيب ايه السيستمز اللي احنا بنطبق الايكويشن دي عليها؟ في ديفرنت سيستمز بطبق عليها. اول عندك تو ديفرنت سيستمز. ايه دول بقى يا فندم؟ اول يا اما يكون الكنترول فوليوم او السيستم بتاعك ده ثابت، يعني ما فيهوش اي نوع من الحركة، جاست الفلو، لكن البودي بتاعه ثابت ما بيتحركش، سميه ستيشنري. Stationary control volume زي arrangement of pipes مثلا، pipe بالمنظر ده كده فيها two bends زي ما انت شايف كورين اهم. تمام؟ وعند الحتة دي مثلا في وصلة، فيها مسامير مثلا اللي هو مركب وصلة او فران نثبتها في الحيطة اي حاجة. وبالتالي زي ما كنت عايز احسب الفورسز عن طريق اللينير مومنتم، هنا عايز احسب المومنت اللي بتاثر عند النقطه دي. النقطه دي انا عايز احسب المومنت، ممكن تدخل معايا في الاختيار بتاع طريقه التثبيت بتاعتها، ممكن تاثر معايا ده مومنت نتيجه حركه الفلود، نتيجه ان الفلود ماشي هنا بالشكل ده، وان في بريشر فورس هنا وفي بريشر فورس هنا وسو اون. بسيطه، اطبق الايكويشن على السيستم ده. فين النقطه بتاعتك؟ هي النقطه دي. طيب هل انت تعرف المومنت عندها او زي ما كنا بنقول رياكشن فورس وكده؟ لا ما اعرفش المومنت. طيب ساعتها تحط المومنت بتاعك، حطه وانت ما تعرفوش. بس قبل ما تحط المومنت حط القاعده اللي انت تمشي عليها في حل المساله. القاعده بسيطه جدا، زي ما كنت بتقول اكس واي ده الاتجاه البوزيتيف بتاع الاكس والواي، وده الاتجاه البوزيتيف مثلا بتاع المومنت، ومشي المساله كلها عليه. عايز عكس كده حط عكس كده، ده حر. طالما ما اتفرضش عليك في المساله حط الاتجاه اللي يعجبك ومشي المسألة كلها عليه. كويس جدا. فبتيجي بقى ساعتها بتحط الفورسز وتحط اتجاهات السرعة بتاعتك. عادي جدا زي ما كنت بتحل اللينير مومنتم. هنا مثلا عندي الفاليو بتاعت البريشر، الأول تعمل كنترول فوليوم بتاعك أهو. أوكي. وتيجي تقول أنا عندي بريشر هنا. خلي بالأزرق مثلا. pressure أو الفورسز حطها هنا كده، عندي pressure هنا وعندي pressure هنا وعندي reaction forces هنا مثلا، انت حسبتها يا سيدي في اللينير مومنتم بتاعتك. حلو أوي. أو المقصد خلينا حاطين pressure بس مثلا دلوقتي، انت ما حسبتش ايه reaction forces ولا حاجة. اوكي لسه انت ما طبقتش كيمياء مومنتوم ولا حاجه، انت عايز تحسب المومنت نتيجه اللي ظاهر عندك في السيستم، اللي هو البريشر الفورسز اللي موجود عندك في السيستم، بريشر فيسكس افكت لو كان موجود، في ايه تاني كنا بنتكلم، بودي فورس لو موجوده برضو بتدخل في الاعتبار. سيبك من الاكسترنال فورسز دلوقتي. طيب بعد ما حطيت الفورسز بتاعتك وحطيت اتجاهات الفلوستي بتاعتك، تمام، ابتدي بقى اشوف المومنت حوالي او اطبق الايكويشن بمعنى اصح.
فين الارمز بتاعتنا؟ الفورس دي بتعدي في النقطة اللي انت بتحسب عندها المومنت، اذا الارم بتاعها بزيرو. نفس الكلام بالنسبة للفلوسيتي عند الانلت، بتعدي في النقطة اللي انت بتحسب المومنت حواليها، وبالتالي الارم بتاعها برضه بزيرو. يبقى الحاجات اللي ليها ارم بس الفلوسيتي عند الخروج ليها الارم ده مثلا، والبريشر اللي عند الخروج ليه الارم ده برضه. يبقى انا ساعة لما اجي اطبق هقول summation المومنتس، لو دي نقطة A مثلا summation moment about A هتساوي summation ال inlets وال outlets، مش عايزين summation، احنا عندنا inlet و outlet واحد، يبقى m dot out r out v out. طيب زي الفل، يبقى الكلام ده هيساوي ايه بقى المومنتس اللي عندك في المومنتس اللي عندي هتبقى كالآتي. المومنت اللي انا حطيته، انا حاطه فرض بوزيتيف، يبقى m a تمام زائد زائد ولا ناقص؟ هنشوف دلوقتي. دي بتعمل ايه؟ بتعمل مومنت بوزيتيف، يبقى هتبقى عبارة عن P في الاريا في الارم بتاعها ده. لو سمينا الارم ده مثلا H، يبقى P في الاريا في ال H. البريشر في الحالة دي جيج بريشر، زي ما كنا بنستعمله في ال، وعارفين السبب ايه، ذكرناه في ال linear momentum، هتساوي M dot، تحسبها بقى على حسب ال givens بتاعت المسألة، مضروبة في ال R out بتاعت ال V بتاعت ال V out، اللي هو برضو نفس ال R بتاع ال pressure هو هو. بس يا ترى هتعمل بقى rotation في أنهي اتجاه؟ هتعمل في العكس، وبالتالي هحط minus هنا اهو ال R out اللي هي ال H في ال V out اللي هي ال value اللي انت هتحسبها وهتبقى given عندك. فال equation بقت بالشكل ده، المفروض انك تكون معاك ال pressure، معاك ال H، معاك ال area، معاك كل حاجة ما عدا ال value بتاعت المومنت دي. عندها نقطة تقدر تطبق ال equation عندها. إذا أنا ما كانش عندي بقى مشكلة مع الـ relative والـ absolute والقصص دي بتاعتنا معايا. إمتى؟ لما يبقى stationary control volume. الكيس التانية إيه؟ الكيس التانية إن يبقى عندك rotating control volume. يا راجل، تفرق. تعال نشوف إيه rotating control volume ده. الأول في حاجة أنا عايز إيه؟ أتكلم فيها بشكل مبسط، يمكن تساعدك انك انت بعد كده تفهم المسائل اكتر. دلوقتي في ناس كتير ما بتبقاش متخيله ايه موضوع البليدز والروتر والامبلر والكلام ده في التربو ماشينز. احاول اديك صوره مبسطه ليها اكتر. تخيل دلوقتي انت عارف ان البامب بيدخل لها فلو، بيطلع الفلو بضغط اعلى او بانرجي اعلى، في الغالب طبعا الضغط بتاعها بيرتفع. طبعا انت خدت الكلام ده في الثيرموداينامكس، بتدخل بتلاقي ان الضغط طلع من البامب اعلى وهكذا. ايه اللي بيحصل جوه؟ لا تعرفش. طيب تعال نبص كده على السنتريفيجال بامب ونشوف ايه اللي بيحصل جواها، لان هي دي اللي فيها روتر او امبلر. تخيل ان احنا جبنا بليتة رفيعة كده بليتة معدن رفيعة بالمنظر ده. اوكي حلو حلو، ورحنا خرمنها في النص كده بدايمتر معين. تمام تمام. وبعدين جبت شوية أسطح عاملة بالشكل ده كده، واخدة أنجل كده أو يعني، أو واخدة كيرف بمعنى أصح، وابتديت ألحمها فيها بالمنظر ده. تمام، وجيت هنا قمت واحدة على نفس على مسافة معينة، وجيت هنا قمت واحدة تانية على نفس المسافة، هنا قمت واحدة تالتة. واحدة رابعة هنا، وهكذا، بحيث انك انت طبعا حط واحدة كده هنا برضو علشان يبقى ايه شكلها لطيف شوية. معلش ما جاتش مظبوطة قوي زي ما انا كنت عايز. اوكي، بحيث انك انت لو بصيت من فوق مثلا هتشوف المنظر عامل كده اللي انت بتشوفه في بعض المسائل. شوف منظر عامل كده.
مثلا. حلو حلو، so far so good. ورحت جايب بليتة تانية ورحت لحمها من فوق برضو نفس المنظر ده، معلش ما كنت بوصل للآخر كده. اوكي، رحت لحم البليتة التانية بالمنظر ده كده. تمام، بقت مغطياها، ما كنت بقى هنا كده، معلش جاي على الحواف بالظبط، بس تبقى مغطيها. تمام، حلو قوي كده. طبعا انا ايه سايبها شفافة زي ما انت شايف كده عشان تبقى ايه شايف البليت او الريش بتاعت الامبلر ده او الروتور ده زي ما انت شايفها كده. لا لو ده صلب فعلا مش شفاف زي ما انت شايف كده، هتبقى باينة قدامك بالمنظر ده. تمام، بحيث ان انا دلوقتي، طبعا انت دلوقتي عرفت ايه اللي جوه. لو انا دلوقتي رحت موصل طيب في الفتحة اللي انا عاملها في النص دي ودخل الفلو من هنا كده اهو، هيبتدي يطلع من ايه، من الفتحات اللي ما بين البليتز وبعضها، الشانلز الصغيرة اللي ما بين البليتز وبعضها. تمام، طيب هل انا عامل كده اهو؟ لا طبعا. ايه اللي بيحصل بقى؟ ان ده بيبقى متوصل باكس حضرتك، يعني في اكس مثلا هنا الناحية دي اهو، الاكس ده متوصل بموتور. اوكي، الموتور ده هيدور الامبلر ده. تمام، طبعا بقى بيبقى فيه يعني ايه حاجات ميكانيكية كده، يعني توصيلات ميكانيكية محترمة بحيث ان ايه تقلل الفريكشن على قد ما تقدر لما يبقى عندك فيه moving parts relative to each other. طيب كويس جدا، ده لما يتحرك بقى يقوم يعمل لك ضغط منخفض هنا اهو، او يبقى عندك فلو يا سيدي داخل له كده، ياخد الفلو ده او ياخد الفلو اللي داخل له ده او الليكويد اللي داخل له ده، والسرعه بتاعت البليتز دي او السرعه بتاعت الروتور ده بتدي الفلو سرعه، بتاخده وتمرجحه بمعنى اصح، هتدي له كاينتيك انرجي على حسب السرعه اللي انت حاططها في الامبلر. يعني المفروض ان الفلو بيبقى داخل بسرعه بيخرج بسرعه اكبر منها، او البليتز بتدي له سرعه اكبر منها. طيب السرعه الاكبر منها دي هستفيد منها ازاي بقى، او هو بيستفيد منها ازاي؟ قال لك يا سيدي احنا بنحط لها حاجه اسمها كيسنج، كيسنج بتغطيها كده اهو. تمام، بحيث ان هو هي بتلف تقوم مطلعها لي بقى في الاخر. عندك ايه اللي بيطلع من هنا ده بيتجمع ويطلع ويروح في لاين تاني. ده هو ده اللي احنا بنشوفه كده، يعني لما بنرسمه كده. يا فندم هو ده. طيب هل الكيسنج دي ليها مواصفات معينه؟ انا هاجي ارسمها لك هنا كده. الفلو داخل كده لما بيجي يخرج بيبقى ضيق هنا كده، او سوري مش بالشكل ده كده، بيبقى معلش همسح دي كده بقى عشان اعرف ارسم هنا. خليها بتحدف كده علشان برتاح نفسيا لما تبقى ريش بتحدف الناحية دي كده. أقول لك بيبقى الكيسنج ضيق هنا كده أهو، تبتدي توسع 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 توسع، بتحدف إيه الناحية دي على وسع شوية. ليه بقى يا فندم؟ والله لو جينا نطبق الكونتينيوتي على الكلام ده، هتفتكر إنك أنت لما بتوسع كروس سكشن الفلوستي بتقل. يعني انت عارف انك انت كده بتقلل الفلوستي، بتعمل زي ما بتقول تأثير الديفيوزر. طيب لما الفلوستي تقل ايه اللي بيحصل؟ pressure according to Bernoulli او according to the energy equation ال pressure هيعلى، وده اللي بيحصل فعلا. انت عايز ان الفلوستي تبقى بنفس الفرق عشان طبعا الداخل يبقى قد اللي خارج، وتبقى مطبق الكونتينيوتي على السيستم بتاعك، الحته دي كلها تبقى مليانه فلويد على طول، وبالتالي الانرجي اللي انت خارج بيها، انت دلوقتي بتقابل ماسوره، الماسوره دي بتاخد منك الكيو نفس الكيو اللي داخل، وبالتالي انت مش هتطلع بالكاينتيك انرجي الكبيره اللي انت جاي بيها دي. لا حبيبي، قلل الكاينتيك انرجي بتاعتك عشان تكونسيرف الماس. بمعنى دلوقتي خلاص انت قللت الفلوستي بحيث انك انت تمشي بالفلوستي اللي انت كنت ماشي بيها في الماسوره الاول، وحافظت على الانرجي بتاعتك في صوره البريشر. يعني انت عملت تأثير الديفيوزر ده
علشان خاطر يبقى عندك هنا high pressure. high pressure ده بقى يساعدك تمشي بقى مسافة طويلة، انك انت عارف ان الموتور بتاع الفلو الفرق بتاع البريشر تمشي مسافة طويلة، تتغلب على الفريكشن في البايب، تطلع ارتفاعات عالية، تعمل ما بدأك عند الارتفاع العالي، تطلع بفلوسي عالية براحتك كله يعني. ساعتها تقدر توظف الانرجي بقى دي زي ما انت عايز. اوكي، دي صورة سمبليفايد كده ايه اللي بيحصل في السنتريفيجال بامب اللي انت ممكن تشتغل او تحل المسائل عليها. عرفت بقى اللي بيحصل فيها؟ طيب دي حاجة مبسطة. طيب هل بيبقى في حسابات خاصة بالزوايا بتاعت الريش اللي هي معمولة كده؟ اه، دي خاصة بيها الكورس بتاع التربو ماشينز. تقدر الناس اللي بتاخد الكورس ده بتدرس بقى الزوايا بتاعت الامبلرز دي وحاجات تانية، ويعني بتحاول انها ايه تفهم التربو ماشينز دي بتشتغل ازاي، ايه البارامترز اللي بتأثر عليها. بيدرسوها من وجهة نظر الثيرموداينامكس ومن وجهة نظر الفلويد ميكانكس مع بعض، وبيحاولوا ان هم يعرفوا الافيشنسي بتاعتها بتتحسن ازاي وبتتظبط. يعني بيعرف كل حاجة، او بيحاول ان هو يعرف على قد ما يقدر عن التربو ماشينز والديزاينز بتاعتها. تمام. طبعا احنا ايه هنا في الكورس ده، ده كورس بسيط مبسط ملوش علاقة يعني بالتعمق في التربو ماشينز، كنا بس عايزين ناخد فكرة ايه عن حاجة زي كده، لان انتوا ما شفتوهاش قبل كده، او في بعض الناس ما شافتهاش قبل كده، وكان ممكن يبقى بيمثلها مشاكل في حل المسائل. تمام كده احنا عندنا فكرة، نقدر بقى ايه نبتدي نحل المسائل سواء كانت روتيتنج او سواء كانت ستيشنري. بس قبل ما نروح للروتيتنج والستيشنري في نقطة معينة عايزين نرسيها. طيب احنا كنا في لما طبقنا الايكويشن على الجزء الاستيشنري، عرفنا ان انا ايه ما عنديش مشاكل، السرعة بتاعة الكونتينيوتي هي نفس السرعة اللي انا بستخدمها في الايكويشن، وباخد الارم زي ما انا عايز. طيب هنا بقى في الكيس دي ايه الفرق؟ اقول لك يا سيدي، يا ترى التورك بقى، انت تتوقع ان التورك في الكيس دي بيبقى فين؟ اكيد طبعا التورك هيبقى حوالين الاكس اوف روتيشن. اكس اوف روتيشن بالنسبة للبلين ده هيبقى عند السنتر ده، يبقى انا متوقع ان التورك يبقى هنا حوالين النقطة دي. طيب كويس جدا، اذا كان التورك حوالين النقطة دي، هل النقطة دي ثابتة ولا بتتحرك؟ والله لو الكنترول فوليوم بتاعي اهو، حتى لو كان الكنترول فوليوم بتاعي اهو، الكنترول فوليوم بتاعي بيتحرك ما عدا النقطة دي، لأن الكنترول فوليوم بيتحرك بأنجلر فيلوسيتي أوميجا. النقطة دي الوحيدة اللي الأرم بتاعها بزيرو، ملهاش سرعة، وبالتالي لما أريفر للنقطة دي، أو لما أجيب السرعة ريلاتيف للنقطة دي، والسرعة ريلاتيف لنقطة سرعتها زيرو، وبالتالي السرعة هتبقى أبسوليوت، يبقى أنا بتعامل مع سرعة أبسوليوت هنا برضو. بس أنهي ماجنتيود للسرعة بقى اللي هينفعني؟ الماجنتيود التانجنشال لاتجاه الدوران. يعني أنا هنا أهو، لو أنا عندي سرعة عند النقطة دي، سرعة الخروج الأبسوليوت كانت كده مثلا، مثلا أدي في أبسوليوت، اللي ينفعني منها هو الكومبوننت دي، لانها بتتقسم لتو كومبوننتس، مين فيها اللي تعمل تورك حوالين او مومنت حوالين النقطه دي؟ هو الفي ابسوليوت تانجنشال. النورمال ما عمليش مومنت حوالين النقطه دي، ده بيعدي فيها. تمام، يبقى ساعتها في الايكويشن اللي يهمني مين بقى، ساعتها لما باجي اطبق الايكويشن دي، سمشن مومنتس بتساوي حوالين النقطه بي مثلا، هتساوي سمشن m dot out ال arm بتاع ال بتاع عند ال outlet مضروب في ال v ال absolute ال tangential ناقص summation ال moment sorry summation m dot in r n v absolute tangential برضو هنا عند ال outlet هنا عند ال inlet. ال r n وال r out هو ال radius بتاع الروتور ده او ال impeller radius ده r in r out. تمام كده. طيب هل انا بيبقى معايا ال absolute velocity؟ والله لو اديها لك في المسألة خير وبركة. لو اللي كان معاك relative velocity، هل هتقدر تريلتها لل absolute velocity؟ اولا هي relative لمين؟ relative لل impeller، relative للروتور اللي بيلف عند نقطة معينة في الروتور، وبالتالي اديك علاقة تساعدك. سؤال بقى هنا، عندك ثلاث سرعات حلو،
absolute للفلو، للفلويد عند الدخول او الخروج مش هتفرق دلوقتي، absolute و relative والسرعة بتاعت الروتر او البليد، تمام، او البودي. مين الابسولوت اللي فيهم؟ الابسولوت بتاع الفلو والبودي يعتبر ابسولوت هو كمان. لو عندك جسمين، فكر فيها بقى كده، بيتحركوا في اتجاه واحد، الريلاتيف بتاع واحد للتاني هيساوي ايه؟ هيساوي طرح الابسولوت بتاع واحد من التاني، السبتراكشن بتاع واحد من التاني. وبالتالي الريلاتيف في الحالة دي لما يبقى الامبلر بيحذف الفلو في نفس اتجاه الدوران بتاعه في الحالة دي، هيبقى ساعتها الريلاتيف بيعمل بس ده محتاج يتحط على الشكل ده، ناخد ده V relative في الحالة دي هتساوي ال V absolute بتاع الفلو ناقص ال V body اللي هو ال V بتاع الروتر، تمام. وبالتالي وصلنا للعلاقة اللي انت بتشوفها في السولوشنز كلها اللي هي V absolute، هي عبارة عن مجموعة ال 2 vectors V body زائد ال V relative. طيب في بعض الأحيان اللي هي مش بتاعت البامب، اللي هي مش انت اللي بتدي الموشن، ده الموشن بيتجنريت نتيجة الفلو ذات نفسه، زي اللي بيحصل في الديش ووشر. انت مش بتبقى مركب موتور يلف في المانيفولد بتاع الديش ووشر، ده الحركة والديزاين بتاعها والانجلر مومنتوم اللي بتنشأ هي اللي بتخليها تلف. طيب في الحالة دي الخروج بتاع الفلوستي، يعني الفلوستي بتاع الابسولوت فيلوسيتي اللي خارجه عكس الحركه بتاعت البودي، وبالتالي الريلاتيف هي مجموع الاثنين افرت، زي ما تبقى راكب قطر وفي قطر تاني ماشي وانتوا الاثنين ماشيين عكس بعض، يا اما داخلين على بعض يا اما بتبعدوا عن بعض، ساعتها السرعه بتاعتكم هتبقى او سرعه واحد للتاني هي المجموع. وبالتالي في الحاله دي، في الحاله بتاعت ان السرعه بتاعت الفلو ماشيه عكس الحركة بتاعة البودي ذات الروتور ذات نفسه، مانيفولد سبرينكلر او روتور، مش انت يعني مش انت اللي بتدي الحركة ذات نفسك، مش انت اللي بتدورها بموتور وبتدي الانرجي للفلويد، لا ده الانرجي بتاعة الفلويد هي اللي خلت الروتور يتحرك. زي الكيس زي ما قلت لك تو كيسز كده بتاعة الرشاش بتاع الجناين والكيس بتاعة اسمه ايه ده الديش ووشر، دول الفلو هو اللي بيخليهم يتحركوا، تمام. ساعتها هتلاقي الحركه بتاعه السرعه بتاعه الفلو في اتجاه والسرعه بتاعه البودي في الاتجاه العكسي. وبالتالي في الحاله دي، في الحاله دي الريلاتيف فيلوسيتي هتساوي مجموع الابسولوت مع البودي، اوكي. لكن لما يبقوا الاثنين بيتحركوا في اتجاه واحد، الفلو والبودي زي الكيس اللي ورايا دي، ساعتها الريلاتيف هو الابسولوت ناقص البودي، تمام؟ لو حطيت دي في دماغك كده هيبقى كله تمام إن شاء الله. حلو جدا. طيب كده هل في حاجة تانية أنا محتاج أقولها؟ لا مفيش حاجة محتاجين إن احنا نقولها دلوقتي، ممكن نبتدي نحل بقى إيه المسائل بتاعة الشيت على طول، تمام يا شباب؟